تابعونا في نشرتنا بعد قليل. مشهد سياسي يطيح بالحكومة في إسرائيل بتزامن مع الإعلان عن تحالف شرق أوسطي ضد إيران. وفي ليبيا رئيس الوزراء المكلف يعلن خريطة طريق تفضي إلى الانتخابات. ورئيس المجلس الأعلى للدولة يبدي استعداده للتباحث مع رئيس البرلمان حول النقاط العالقة في المسار الدستوري. وفي النشرة أيضا أوكرانيا تتحدث عن حشد عسكري روسي استعدادا لهجوم واسع النطاق. تابعونا على شاشة التلفزيون العربي وعبر قناتنا على يوتيوب في تمام 5 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت القدس والدوحة.